نشاط السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان حافل أيضا بالجوانب الاقتصادية، على سبيل المثال ما يتعلق باجتماع السيد الرئيس بمحافظ البنك المركزي ووزير المالية وعدد من المسؤولين لمتابعة مؤشرات الأداء الاقتصادي المالي للعام المالي الجاري. على كل حال، لمناقشة أيضا هذا الجانب ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الدكتورة زينب نوار، أستاذ الاقتصاد. دكتورة زينب، أرحب بك إذن معنا في هذه الساعة من الآن. اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين، كل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك بألف خير يا فندم، وكل مصر بخير. يعني الحقيقة أنه خلال الفترة الماضية وتحديدا خلال هذا العام والعام الماضي كانت معدلات الاقتصاد المصري وما زالت إيجابية بشكل كبير بإشادة عدد من المؤسسات الدولية ويعني برؤى من الجميع. هذا الاجتماع الذي اجتمع فيه السيد الرئيس مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية تحدث على ضرورة الحفاظ على المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري. خليني أتكلم مع حضرتك عن هذه المؤشرات، كيف تقرأيها ورؤيتك ليها يا فندم؟ طبعا انا عايز اقول لحضرتك تحقيق معدلات نمو اقتصاديه مجبره، بنتكلم على الناتج المحلي الاجمالي، وان احنا حققنا معدل نمو اقتصادي في عز ازمه كورونا حوالي 3.5%. انا عايز اقول لحضرتك انا كنت بقرا العديد من التقارير الدوليه، منها جلوبال ايكونوميك اوتلوك الصادر من البنك الدولي. طبعا هو لو حضرتك بصيت هتلاقيه دايما يعني هو بيصنف او بيحط الدول اللي قدرت تتعامل مع الازمه تعامل جيد، وان ازاي في دول قدرت تحقق معدلات نمو موجبه، وهو معلم كده يعني حاطين لاينز كده على دول معينه منها مصر. انا عايز اقول لحضرتك ان في التعامل مع الازمه في دول اكثر من ثلث الناتج المحلي الاجمالي فقدته نتيجه لازمه كورونا. يعني انا عايز اقول ان في دول كان الماينس يعني بالسالب للناتج المحلي الاجمالي وصل لناقص 20، وفي دول لناقص 30%. دول طبعا امريكا اللاتينيه. طيب دكتوره زينب، انا بعتذر على المقاطعه ولكن ساعود اليك مره اخرى بعد قليل. اذا مشاهدينا الكرام، ننوه الى هذا الخبر العاجل. نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر موقع التواصل فيسبوك تدوينة تتضمن بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، أتقدم بخالص التعازي إلى حكومة الهند وشعبها الصديق في ضحايا جائحة كورونا، ونأمل في أن تتمكن من تجاوز هذه الفترة العصيبة في أسرع وقت ممكن، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين والسلامة للشعب الهندي الصديق، وأؤكد تضامن مصر الكامل مع الهند في جهودها لمواجهة هذه الظروف. إذن مشاهدينا الكرام، أنوه إلى ما تم نشره في الصفحة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث تضمنت هذه التدوينة بالإصالة عن نفسي وبالإنابة عن الشعب المصري، أتقدم بخالص التعازي إلى حكومة الهند وشعبها الصديق في ضحايا جائحة كورونا، ونأمل في أن تتمكن من تجاوز هذه الفترة العصيبة في أسرع وقت ممكن، متمنين الشفاء العاجل لجميع المصابين والسلامة للشعب الهندي الصديق، وأؤكد تضامن مصر الكامل مع الهند في جهودها لمواجهة هذه الظروف. أعود مرة أخرى إلى ضيفتي عبر الهاتف الدكتورة زينب نوار، أستاذ الاقتصاد. دكتورة زينب، بعتذر على المقاطعة، وكنا نتحدث عن مؤشرات الاقتصاد المصري وتحديدا معدل النمو، وكنت تتحدثي أن في بعض الدول حققت هذا المعدل بالسالب، اتفضلي يا فندم. فطبعا إحنا في عز أزمة كورونا قدرنا نحقق معدلات نمو موجبة، حتى لو كانت بانخفاض، يعني مش بانخفاض، يعني إحنا كان مأمول إن إحنا دايما بنحقق معدلات نمو 6 و7%، بس الانخفاض ده اللي حصل عندنا ان احنا حققنا من 3.5% بس موجب، ده يعتبر انجاز عظيم جدا للاقتصاد المصري في ظل الازمه. طبعا هو المأمول خلال الفتره لو بنتكلم على الناتج المحلي الاجمالي وزياده معدلات النمو، طبعا هي الحكومه بتأمل ان احنا نصل لمعدل 6% خلال الفتره المقبله، بعد بقى التعافي من الازمه اللي احنا فيها او العالم كله فيها، فاحنا نأمل ان احنا نحقق معدلات النمو الموجبه لنصل ل 6%. طبعا احنا برضو مصر قدرنا ان احنا نحافظ على المعدلات النمو المجابه نتيجه لان في برضو انشطه اقتصاديه كتير جدا وفي قطاعات اقتصاديه لا زال كان بيتم العمل فيها، زي قطاع الانشطه العقاريه وقطاع التشغيل والمشروعات القوميه.
كل ده ساهم بشكل كبير جدا على حفاظنا على معدلات النمو المرتبطة وتصنيفنا من ضمن الدول اللي حققت هذا المعدل. نعم. خلال جائحة كورونا دكتورة زينب، يعني كان في توجيهات من السيد الرئيس بالاستثمار الزراعي إذا صح القول. يمكن كمان هذا الأسبوع شهد اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء وعدد من المسؤولين لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لاستصلاح الأراضي الزراعية في وسط وشمال سيناء، ووجه طبعا بتطبيق أحدث وسائل الري لتعظيم الاستفادة الإنتاجية القصوى من المياه. كيف تبعتي هذا الاجتماع والعائد الاقتصادي من هذا المشروع يا فندم؟ أنا عايز أقول لحضرتك إن العوائد الاقتصادية على لو قلنا تنمية الزراعة في سيناء، أنا عايز أرجع بس النقطة مهمة قوي خاصة بالجائحة، إن يعني الجائحة أوجدت لينا إحنا هنا في مصر فرصة اقتصادية عظيمة جدا بالذات للقطاع الزراعي. إحنا حصل في فترة كورونا السنة دي والسنة اللي فاتت حصل تصدير لكم هائل من الصادرات الزراعية، وده بيورينا ان احنا في مزيد من الاهتمام بالزراعه هيتيح لنا فرص افضل كمان وفرص تصديريه افضل، وان الاسواق اللي قدرنا نصدر لها في فتره كورونا وفي الفتره اللي احنا فيها دي دلوقتي يعني العام السنه اللي فاتت والسنه دي عايزين نحافظ على الاسواق دي. موضوع الزراعه وتنميه الزراعه بالذات في سيناء ده موضوع مهم جدا، لان سيناء فيها امكانيات زراعيه عظيمه جدا، هي بس المشكله في سيناء هو ان يبقى فيه توصيل لوسائل الري لسيناء. اولا سيناء في عند حضرتك زراعه الفواكه والخضار الموالح، في برضو النباتات اللي هي النباتات الطبيه والعطريه اللي بتستخدم في العديد جدا من العلاجات. عايز اقول لحضرتك ان الزراعه في سيناء يعني حضرتك لو بنتكلم بقى عن الزراعات اللي هي الخاليه بقى من التلوث وبنتكلم عن البعد البيئي والحفاظ على الصحه، فاحنا عندنا فرصه هائله جدا من خلال تنميه الزراعه في سيناء ان احنا ممكن ان احنا نصدر منها ونصدر كميات جيده جدا لو احنا فعلا حافظنا على الاسواق اللي احنا قدرنا نصدرها خلال ازمه كورونا. نعم طبعا ده هيكون ليه عائد اقتصادي جدا، لو بتكلم ان انا عايزه قطاع الزراعه يبقى ليه نسبه جيده من الناتج المحلي الاجمالي، او انا عايزه اخلي قطاع الزراعه عايزه اقول لحضرتك برضو قطاع الزراعه من القطاعات اللي في مصر بتشغل عدد كبير من المصريين، وللاسف مؤخرا كان بيحصل ان ناس بتترك مهنه الزراعه وتروح لمهن اخرى، احنا مش عايزين ده يحصل، احنا عايزين القطاع ينمو مره اخرى ويتم عمليات تصدير ويتم توظيف او على الاقل نحتفظ بالناس اللي بتشتغل في مجال الزراعه. صحيح. غير ان تنميه الزراعه في سيناء كمان ليها بعد ثاني، يعني لو بنتكلم على مستوى معيشي خاص البدو سيناء نفسهم، ان بدو سيناء اعتادوا الحصول على الخضار والفاكهه في فترات كانوا بيجيبوها من القاهره وبيجيبوها من محافظات ثانيه المجاوره، كانوا بيحصلوا على الغذاء باسعار مرتفعه، فاحنا لو نمينا الزراعه في سيناء هيبقى لها ابعاد طبعا خاصه بالتصدير وايجاد اسواق، بالاضافه ان احنا كمان بنشغل بدو اهل سينا وبنتيح لهم الغذاء باسعار جيده. نعم. طيب اخيرا لو سمحتي لي في هذا السؤال دكتوره زينب، يعني بالامس كان السيد الرئيس يتفقد عدد من المشروعات الانشائيه والبنى التحتيه يعني التي قام بها في شرق القاهره، كيف تابعتي هذه الجوله وحرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تطوير البنى التحتيه وعائدها على الاقتصاد المصري يا فندم؟ طبعا انا سعدت جدا بالجوله دي، وعايز اقول لحضرتك ان لما بنتكلم على البنيه الاساسيه او تطوير البنيه الاساسيه في مصر هي ليها بعد اساسي لتحقيق معدلات نمو اقتصاديه، يعني احنا لو بنقول ان احنا حققنا معدلات نمو اقتصاديه في ظل جائحه كورونا بالموجب، وان احنا مامول خلال الفترات القادمه ان احنا نحقق معدل نمو اكثر قد يصل 6%، طبعا قطاع التسديد والمجهود اللي تم في المشروعات القوميه هو عامل كبير جدا من تحقيق المعدلات النمو الموجبه دي. اولا حضرتك مشروعات البنيه الاساسيه بنتكلم على الطرق والكباري واهميتها لمصر بصفه عامه، ان حضرتك ازاي بتربطي ما بين مختلف المحافظات، ازاي بتسهلي حركه المواطنين، وازاي بتسهلي حركه البضائع وبتسهلي حركه لو بنتكلم على التجاره، لو بنتكلم على تنميه الزراعه وان انا عايزه انقل المحاصيل الزراعيه من مكان لاخر وعمليات التجاره من مختلف المناطق او المحافظات في القاهره، طبعا دي ليها بعد تنموي مهم جدا. لو بتكلم ان مصر هتكون او احنا بنامل ان مصر تكون مركز لوجستي عالمي، واحنا عايزين بقى خلال الفترات القادمه واستغلال جائحه كورونا وان دول العالم كلها دلوقتي بتدور على مراكز للتجاره مش بعيدا، يعني بتحاول تدور على مراكز بقى مختلفه. نعم صحيح. عن الصين، فاحنا عايزين بالامكانيات اللي احنا بذلناها والاصلاحات اللي تمت في القوانين والاصلاحات اللي تمت في السياسات وحجم الانفاق الهائل والكم الهائل من المشروعات اللي تمت في مجال الطرق والبنيه التحتيه، احنا مؤهلين لهذا ولازم يكون لنا دور
خلال الفتره القادمه، يعني نحن نبقى من ضمن الهابز ومن ضمن المراكز العالميه للتجاره. طبعا اساس ده كله هو البنيه التحتيه والصرف على مشروعات البنيه التحتيه المختلفه، منطقه تجاري ونتكلم على مياه شرب طبعا وصرف صحي، كل ما هو يقدم خدمه ورفع مستوى المعيشه للمواطنين. بالتاكيد. انا بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا وكل عام وحضرتك بالف خير.